هل تعلم لماذا تعيش السلاحف حياة طويلة يا قاسم؟ لأنهم قد سلموا أمورهم. كما ترى تسير في طريقها. ليست على عجل ولا غاية لها أيضا. من ليست لديهم غايات يتسع لهم الوقت، والعكس صحيح، يضيق الوقت والقلب على ذوي الحاجات. ماذا قال الأولياء؟ الجشع نتيجته خسارة. ما المقصود؟ الجشع يعمي قلب الإنسان. هل يعمى القلب؟ يعمى بالتأكيد،